بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الاثنين الموافق 16/8/2021 تم تحميل 16 طن لحوم صكوك الأضاحي لتسليمها للمديريات الآتية: البحيرة 3 طن، جنوب سيناء 2 طن، بورسعيد 2 طن، الإسماعيلية 4 طن، الغربية 3 طن، مطروح 2 طن، وذلك لتسليمها إلى السادة مدير المديريات. النهاردة الاثنين 16/8 محمد محافظة الجيزة 3 طن. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة الاثنين الموافق 16/8 محمل 2 طن لحم سكوك الأضاحي لجنوب سيناء.